والله بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه. يعني الالعاب القوه من الالعاب اللي انا شخصيا بحبها، بس انا حاسس ان هي مش واخده حقها. العاب القوه، احنا في الالعاب البدنيه في مصر متفوقين جدا، والعاب القوه مفروض تحط مصر في خريطه تانية لو خدت بعض الاهتمام او الاهتمام الكبير اللي بيلاقوه بره اللعيبه اللي بره. احنا بنعمل سبوت او هايلايت على لعبتنا، والنهارده في البدايه قبل ما نروح بقى ونتكلم عن كل المشاكل والصعوبات اللي بتقابل اللعبه دي، بنحب نرحب بلاعبنا، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للحواجز رامي سعيد. اهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا في قناه النادي الاهلي. نورك الله يخليك. وبنرحب باسراء محمد لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الوثب الطويل والثلاثي. اهلا بيك يا اسراء. اهلا وسهلا محمد، منوره قناه النادي الاهلي. انا قلت صح؟ طويل وثلاثي. طيب اسراء، خلينا نتكلم عن الاول اخر بطولات شاركتوا فيها، يعني قبل ما نروح بقى للصعوبات، مش عايزين ندخل الدنيا يعني في الصعوبات من اول الحلقه، بس اول بطوله اخر بطوله شاركتي فيها وترتيبك وارقامك. اخر بطوله شاركت فيها دوليه كانت البطوله العربيه، كانت في تونس. الحمد لله ربنا كرمني هناك وعملت اول وثب طويل واول وثب ثلاثي. كانت الماتش كان بالنسبه لي مهم جدا الصراحه، لان قبليها كنت انا عامله عمليه، وده يعتبر اول ماتش دولي ليا. عمليه ايه؟ اصابه ولا؟ اصابه، وكنت سامه. كان عندي كرحه في الانكل بتاع رجلي. صعب قوي. اصابه ملعب بس. فكان الكرحه دي بتيجي نتيجه بتلعب على الاصابه كتير. انا ما كنتش اعرف او ما كنتش حاسه بيها، جات لي زي مره واحده كده. فعلى ما بدات استوعب واشوف دكتور كويس واتابع والكلام ده، كان ده يعني الحمد لله قمت. كان ده اول ماتش دولي ليا، فكان فارق معايا جدا يعني. وان انت تفوزي بالارقام دي او تجيبي الارقام دي، الحقيقه يعني تفوزي بارقام كويسه دي. انا ذات نفسي ما كنتش متوقعه الصراحه فعلا. طب مين اللي كان بينافسك قوي؟ كان معانا المنافسين الدول، كان معانا المغرب، المغرب والجزائر اكتر دولتين منافسين لينا. وتونس بدات يدي حققوا ارقام. هم الصراحه كويسين جدا يعني. الوثبين عندهم كويسين جدا. في شهر كام؟ معلش قولي. في شهر 6. 6 ده السنه دي. طب بس انت كنت قريبه جدا من التاهل لطوكيو، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المفروض كانت بطوله افريقيا كانت هتتلعب، واحنا المفروض كنا لما نشارك في بطوله افريقيا دي هنجمع بوينت بحيث ان احنا نتاهل للاولمبياد. يعني هي كانت المفروض تتلعب في نيجيريا. كانت المفروض تتلعب بالاول في الجزائر. في الجزائر. وبعد كده جت الجزائر اعتذرت، وجت نيجيريا قالت ان هي هتتبنى البطوله وهتعملها عندها. فضلوا فتره على ما الاجراءات اتعملت، اتنقلوا من الجزائر لنيجيريا، وبعد كده رجعوا قالوا اعتذروا هم كمان عن البطوله، فالبطوله اتلعبت. لعلمك ده نفس اللي تعرض ليه عبد الرحمن. نفس تعرض له برضه، وفضل عايش على البطوله، عايش على البطوله لغايه ما اتعملت بطوله في مصر. او اتعملت بطوله ملتقى في مصر واعتمد منها واتاهل منها. بس قصدي اقول لك يعني ده اكيد سبق بالاحباط، انت اكيد كنت محبطه جدا. أكيد. يعني انت اتمرنتي اكيد استعديتي للجزائر، اكيد قالوا لك نيجيريا، فكنت بتستعدي وبتتمرني على هدف، وفجاه الهدف تبخر، مش موجود. فاكيد كان في احباط. اكيد هيبقى في احباط يعني، لان احنا يعني بدانا الموسم، يعني انا لما لقيت نفسي نطيت كويس في البطوله العربيه قلت دي بدايه مبشره ان احنا نقدر نكمل عليها، بحيث ان احنا نعمل رقم كويس برده في افريقيا. كل شويه البطوله تتاجل. طب ما فيش اخبار عن البطوله هتتلعب امتى، ولا اذا كانت هتتلعب ولا لا. بس وفي الاخر قالوا ان هي مش هتلعب. خلي بالك بطوله عربيه بتبقى بقوه البطوله الافريقيه، انا رايي كده. ما هي الدول المقاربه. بيبقى في مثلا ممكن دولتين ثلاثه هم بقى اللي هم افريقيا. دول اللي مش بيبقوا مشاركين. طب انت لما شفتي طوكيو، ارقام اللي اتحققت في طوكيو او اللي خدوا ميداليات في طوكيو بعيده عن ارقامك؟ لا مش بعيده يعني، انا لو كنت رحت كنت ممكن اطلع من اول 8 مثلا. ما شاء الله، يعني انت لو حققتي ارقامك العاديه. الارقام العاديه اللي انا بيها دلوقتي دي، يعني من غير الامكانيات ومن غير المعسكرات والكلام ده كله، ممكن ابقى من اول 8. طب يلا اشرح، شد حيلك ان شاء الله. شد حيلك بقى، عندنا هنغمض ونفتح. باريس 2024، احنا اعتبر نفسك في 2022 خلاص، احنا في اكتوبر يعني، احنا اعتبر كمان في نوفمبر. فخلاص انت مفيش همسه وهتبقي في 2022، فخلاص هي كلها سنتين، اقل من سنتين، وهنقول يلا بينا على ان شاء الله بامر الله. خلي التارجت معاكي واحنا في ظهرك ان شاء الله باذن الله. طيب رامي اجي لك، يعني برضو نفس الكلام، محتاجين نعرف اخر بطوله شاركت فيها ايه، ارقامك، انجازاتك الاخيره عشان هاخد اخر لقطه. تمام. واحنا البطولات الدوليه ربنا ما كرمنيش ان انا اروح العب بطولة عربية اللي اسراء لعبتها والمنتخب كله لعبها. كان عندي اصابه في الضمه. صعب قوي دي. اصابه قبلها باسبوع بالظبط. نتيجه برضو تغيير الماتشات، وانت مش عارف هتلعب بطوله الجمهوريه امتى، مفيش بلان واضحه من الاتحاد، مفيش. احنا المفروض كنا نلعب افريقيا، بعد كده اتلغت، اتاجلت، حصل حاجات كتير قوي لخبطت الدنيا بالظبط. فربنا قدر ان انا اتصاب في قبل البطوله باسبوع. من البطوله العربيه. قبليها كنت بلعب بطوله الجمهوريه الحمد لله، وخدت فيها اول مركز اول. لو كنت رحت عربيه كنت ان شاء الله تاخد اول بقى. والله الارقام فعلا كانت قريبه. واحنا كنا يعني كنا مجهزين الدنيا كويس الحمد لله، انا ومدربي بالظبط. يعني هو اكيد ده النصيب.
لعبنا ملتقيات محليه كتير. الاتحاد فعلا حاول ان هو يعمل ملتقيات كتير الفتره اللي فاتت ديت. طب ما حاولش مثلا يعمل حاجه ليكوا عشان زي هاب عبد الرحمن كده تتاهل منها؟ هو هي الملتقيات دي فعلا اللي احنا لعبناها، بس هي الفكره ان المنافسه كانت انت بتبقى محتاج برده تلعب ماتشات خارجيه اكتر. تلعب محليه ملهاش معنى. بالظبط. مع ان في لعيبه صاعده كتير كويسين كويسه جدا، بس هي فكره ان انت بتبقى محتاج تلعب اكتر ماتش بره عشان تبقى انت. طب لعبت حاجه بره السنه دي؟ لازم تلعب. هي المشكله السنه دي ان كانت البطوله العربيه بس، وبطوله افريقيا هي اللي بتتاهل. بعد طوكيو جالك حاجه تلعب بره؟ مفيش بطولات. هي البلان بقى السنه الجايه فيها ماتشات كتير قوي. في بطوله عالم. طبعا في بطوله عالم في شهر 3 الجاي اندورز داخل الصالات. فين؟ تتلعب في ايطاليا تقريبا. ايطاليا. طب دي التاهل ليها ازاي؟ لازم العب بطوله اندور، لازم العب ماتش بره. انا متارجت ان اعمل معسكر بره في اول واحد كده. طيب انت منشن على كذا بطوله اندور هتروحها؟ يعني انت برضو بيبقى في اجندات؟ المفروض بندور لسه، يعني استنى لحد دلوقتي بدور على كذا ملتقى. مين بيساعدك في التدوير، انت ولا حد في الاتحاد ولا في النادي الاهلي؟ في كابتن حاتم مرسال في الاهلي، يعرف علاقات بره كتير. كابتن تامر رفاعي بيدوروا لك على طول. مدربين الاهلي كلهم. بالظبط. يعني في اكتر من سورس المفروض بناخد منه ان احنا نحاول ان احنا نعمل معسكر وفي نفس الوقت نعمل. بس لسه ما استقرتش. مفيش. هو المشكله ان احنا عندنا في مصر حتى مفيش اندوز. يعني انت مش تقدر تلعب اي ماتشات ان انت تبقى كواليفايد. لازم تروح تلعب. لازم تروح تلعب. بالظبط. وفي رقم لو جبته في البطوله الاندور تحقق البطوله على طول. بس برضو انا اعرف ان انت موظف في بنك يا رب. تمام. وبتعاني معاناه طبعا، انت ما يقدرش تحترف لعبتك لا انت ولا طبعا يعني اسراء، لان ده موضوع محتاج يعني محتاج تصرف، محتاج يبقى معاك دخل. وزي ما انتم عارفين مهما كان النادي الاهلي بيساعد وبيرعاكم، بس انت محتاج دخل اكتر. يعني عشان صعوبات جامده، بتعمل ايه وبتوفق ازاي وبتصحى ازاي شغلك؟ هي بس احنا انا البنك الاهلي سبونسر ليا الحمد لله، عرفت نجيب سبونسر للبنك الاهلي. فهو بيفاينانس حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انا بالظبط من اللي انا محتاجها. ده ويندو كويس ليك ان تلاقي احد الرعاه، مش لازم اقول اسمه يعني، بس احد الرعاه ان انت بتشتغل معاه وفي نفس الوقت هو بيلعب. دي حاجه كويسه ويندو كويس نشكر طبعا. هي بس الفكره كلها في توقيت الشغل بقى. هي فكره الصحيان بدري والمجهود الذهني اللي انت بتعمله في الشغل خلال 8 ساعات عمل او 12 ساعه عمل. صح. هي دي الفكره. انا بحاول على قد ما اقدر اوفق بين حاجه زي كده. وستيل اون تراك يعني الحمد لله. يعني بس يعني طبعا الساده المشاهدين اكيد سابعين معايا حجم دي. صور ليك طبعا وانت بتلعب. دي صور ليك صح انت؟ بالظبط. ده بطوله العالم تحت 20 سنه. كان شكلك صغير صح؟ كابتن تامر رفاعي مدربي طبعا. دي كانت فين؟ ده في النادي الاهلي في فرع البرج. بالظبط. وده دي اخر بطوله جمهوريه كنا لاعبينها. ده في المركز الاولمبي. انا عارف شكله حافظه. بالظبط. دي بطوله المنطقه. دي كانت بطوله افريقيا، دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت في المغرب اخر واحده. خدت فيها مركز سادس. خدت فيها مركز سادس. تاني سادس. سادس. كويس. هي في الحواجز اتفقنا البطوله العربيه بتبقى بقوه الافريقيه. افريقيا معاك يا باشا. بيجوا بنفس المنتاليتي بتاع جايين يستعدوا عشان بطوله العالم. فانت داخل كومبيتيشن جامد. طب دي كانت فين؟ دي برده في المركز الاولمبي. دي بطوله الجمهوريه. عايز اقول لك دي تيشرتات التيشرتات بتاعتكم حلوه. جميله يعني مختلفه عن بتاعت الباسكت. يعني تيشرتات حلوه بتاعت النادي الاهلي. دي برضه بطولة الجمهورية. ده ملتقى كان تريستا في استعداد لبطولة الألعاب الأفريقية كان في سلوفينيا. خدت فيها مركز أول بطولة سلوفينيا الدولية. لا شد حيلك يا بطل بقى. وعايزين يعني يبقى عندك طموح إن مش بس معلش إحنا كنا بنتكلم عن بيج رامي. بيج رامي عانى زيكم معاناة كبيرة جدا. وأكتر كمان للأسف هو اتغرب ويعني وعانى. هو قال الكلام ده عن نفس الترابيزة اللي أنتوا قاعدين عليها. شد حيلك يا بطل وانشف وتقدر تحقق لمصر وبلدك حاجه كويسه جدا ان شاء الله. خليني اجي لك برده. دي بتشتغلي ولا لا؟ لسه مخلصه دراسه. لسه مخلصه دراسه. ما شاء الله. يعني لسه صغيره ولسه عندي. خلينا نتكلم بقى عن اللي جاي ايه وبتفكري ايه. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا على العاب القوه ولكن بعد. اهلا بحضراتكم من جديد. اسراء يمكن اجيلك. اذا ما اتكلمت مع رامي عنده هو بلان وعنده اجنده بيفكر فيها بيشارك في الاندور عشان يقدر يجيب ارقام ويقدر بيها يرجع طبعا للمنافسه او يوصل الاولمبياد. انت نفس الفكر نفس التخطيط كده ولا نفس بشكل مختلف؟ التفكير لان انا هو يعتبر نفس المرحله السنيه. احنا اتنين بنلعب تحت الدرجه الاولى. فان شاء الله يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر. اللاعب او بيساعده بقى ساعتها المدرب او بجانب النادي والاتحاد ان هو يوفر له اي بطوله او اي منافسه تكون قويه بحيث ان هي تاهله لاي ماتش دولي. يعني
طب نتكلم على الارقام، يعني انت دلوقتي مثلا اكيد عشان تروحي او يبقى عندك طموح عالي ان انت في الاولمبياد، وبتروحي مش بس الاولمبياد عشان تادي اداء، لا يعني رايحه تعملي حاجه، اكيد شايفه الارقام وشايفه العالم وصل لايه، تحسيني رقمك ازاي؟ يعني اكيد لازم تشتغل على نفسك، اكيد في شغل بدني، في شغل ذهني، في شغل فني، البلان دي محطوطه ازاي، ولا مين اللي بيشرف عليها؟ المدرب هو اللي بيشرف عليها، كابتن هشام علي هو اللي بيشرف عليها. هو المفروض ان احنا لما بنيجي نحط البلان دي عشان اوصل لنفس المستوى بتاعهم لازم اعسكر في مكان يكون كويس، يبقى معايا كذا واسطه، يكون مثلا مستوانا مش هقول يبقى بعيد عن بعض، بس يبقى كلنا مستوانا متقارب بحيث ان احنا نقدر نشد بعض. ما انا ممكن مثلا اعسكر مع ناس بس يكون المستوى متباعد، فهو كل واحد في حته، ولا انا اقدر افيد اللي قدامي ولا اللي قدامي قادر يفيدني. طب المعسكر ده ممكن يتوفر محلي ولا لازم يكون معسكر خارجي في اوروبا مثلا؟ هو الاحسن ان هو يبقى بره، هو ممكن يتوفر هنا بس مش هيبقى اكيد بنفس القوه او بنفس المؤثر على اللاعب زي المعسكر الخارجي. طب في الحاله دي مين اللي المفروض بيوفر لك بقى المعسكر ده؟ هل منتخب مصر؟ انا اعرف ان اتحاد العاب القوه عنده ازمه ماليه شديده، ولا هل النادي الاهلي بيساهم بجزء، ولا اللاعب نفسه اللي بيصرف يعني، ولا لو انت ليك سبونسر يعني اللي بيكفل بحاجه زي كده مين؟ هو المفروض اللي تكفل بالمعسكرات وكده الاتحاد، لان انت دلوقتي لما بتيجي تلعب اي ماتش دولي بتلعب باسم الاتحاد مش باسم النادي. فالمفروض اللي بيوفر حاجه زي كده الاتحاد. ممكن بقى، ممكن لو ما فيش مثلا امكانيه ممكن اللاعب هو اللي بيقوم ان هو بيوفر لنفسه المعسكر ده. دي صور ليك يا اسراء صح؟ دي في المركز الاولمبي، دي في تونس اخر بطوله ساعه ماتش الثلاثي بطولة عربية لما خدت تاني صح؟ ده في التمرين خدت اول. للاسف. ده في التمرين عادي في المركز. ده في المركز الاولمبي برضه. ده ساعه ماتش الطويل برضه في البطوله العربيه، الدولتين المغرب والجزائر. هتلاقيهم في افريقيا كده برضه. ده احمد ابن رئيس الجهاز بتاعنا. والله كويس، برافو. هو بيلعب العاب قوه. انضم كان بيلعب فولي وباسكت، وانضم قريب لالعاب القوه. كان بيلعب باسكت. كان بيلعب باسكت هو ما شاء الله. طيب الباسكت والعاب القوه حبايب. طيب ودي البطوله العربيه بس اللي كانت بتلعب هنا في مصر، كانت في الجامعه الامريكيه، عملت فيها اول طويل وثاني ثلاثي. طيب انا عايز افتح معاكم ملف يعني المنشطات. ربنا يبعد عنا ويعني ويجعل بيننا وبينها يعني ايه مسافه. المنشطات والملف ده للاسف حرم ناس كتيره جدا من ان هي تتاهل او ان هي توقفت كتير. واخدين بالكم من الموضوع ده يا اسراء؟ اكيد لازم ناخد بالنا، حتى يعني مش بمزاجنا. حضرتك لو جيت شويه صداع طبيعي ان اي حد بياخد اي حاجه للصداع، لا ممنوع تاخد اي دواء ايا كان ايه هو، حتى لو كانت المشكله اللي عندك بسيطه لازم ترجع للدكتور وتبعت له الدواء وتبعت له مكوناته ايه، وهو يبدا يرد عليك. لا اما تمام تاخده لا اما ما تاخدوش. وانت نفس الكلام يا رامي برضه؟ ما حدش بياخد اي حاجه غير لما يرجع للدكتور بتاع النادي الاهلي، واتيفر هي سبلمنتس او اي حاجه فيها انت تعبان او اي حاجه المفروض دواء تاخده، لازم ترجع للدكتور بتاع النادي الاول يكونفيرم ان انت تاخد الادويه دي ولا لا، او السبلمنتس دي ولا لا. فاحنا الحمد لله في السيف سايد في الحته دي. وفي عندنا دايما بيعملوا تحاليل المنشطات بعد كل بطوله، يعتبر بطوله الجمهوريه دايما بيبقى في تحليل منشطات من الوادة. مصر بيعملها بالوادة. اللي هي بتاع النادو المصريه. النادو بالظبط. الوادة دي المنظمه الدوليه، انما النادو هي المنظمه المصريه ناشونال، يعني مش عارف اختصارها، بس هي بتبقى منظمه اللي هنا في مصر. طب انتوا لو حبيتوا تروحوا لها تستشيروها في حاجه، لاست ابديت ليست للادويه تقدروا؟ دايما الدكتور بتاع النادي الاهلي هو بيبقى ابديت بالحاجات دي كلها، فهو لازم يقول حتى دواء البرد اي حاجه، والبروتينات والكرياتين مثلا والحاجات دي، جميع انواع السبلمنتس كلها لازم تبقى كونفيرمد من الدكتور بتاع النادي. طبعا ده ملف صعب جدا، خلي بالكم بقى يقع فيه لاعبين كتير جدا مؤخرا، في لعيبه بتقع فيه عن قصد وفي لعيبه بتقع فيه عن غير قصد. ان هو ممكن مثلا بياخدوا الحاجات دي، يعني لما اطلع بطوله افريقيا بسمع، ما اعرفش انتوا تقولوا لي المعلومه صح ولا لا، اللعيبه الافارقه بتاخد المنشطات دي وبتروحوا بطولات، ولا بيبقى في تحليل برضو للعيبه نفسها الافارقه، ولا ايه الوضع؟ هو اكيد في لعيبه بتاخد، مش كل اللعيبه معتمده على الحاله البدنيه بتاعتها لوحدها. بس ان هو ياخد بقى دي بتبقى حاجه راجعه للدكتور، هو بيعرف بقى بس خلي بالك انا يعني بيبلغوني ان في كذا عداء نيجيري توقفوا في الفتره اللي فاتت، فواضح ان ده بقى منهج في افريقيا. ويعني الموضوع مش في افريقيا وفي العالم كله عموما. يعني الفوكس دلوقتي بقى جامد قوي على اللعيبه، عشان روسيا توقفت. بالظبط، الفتره دي دوله رياضيه عظمى يعني. روسيا توقفت، كانت بتلعب في الاولمبياد اللي فاتت مش باسم روسيا برضه، بسبب اللي قبليها كمان. يعني روسيا بقى لها فتره امريكا يعني مسيطره على الحته دي. طب اسالكوا سؤال، يعني المنشطات دي فعلا بتفرق؟ اكيد طبعا.
اكيد انت مش هتاخد رد وخدت بس بس هي اكيد النتائج بتبين اه طبعا في طفرات بتحصل يعني بتحصل الارقام يبقى اكيد بالبلدي كده زي ما ضرب حاجه اكيد اكيد ضرب حاجه فرقت معاه في فرقت معاه في الرقم اعرفه بتبين يعني ليها ساينس بقى تعامل ازاي تتعامل مع ان انت تلغي ويعني بس احنا هنا مش في مصر مش متمكنين منها قوي ازاي يعني. تاخد ما يكشفش بالظبط العالم كله ماشي كده يعني لعلمك الحرب دلوقتي بقت في المعامل بالظبط هو معامل هو ازاي ادي للاعب بتاعي منشط وازاي ما يكشفش عشان الارقام اللي بتحصل دلوقتي برضو صعبه يعني يعني مش هحققها بالبيض واللبن خالص ولا تخيل بدري ولا لا بيبدا بقى يبين عليهم تغيرات جسميه حتى البنات بتلاقي بدا يبدا تغيرات بقى فسيولوجيه بتبان عليهم تغيير في الصوت حاجات كتيره كده جدا بتختلف فكان بنبدا بقى نشوف الطفره بتاعه الارقام فتره وممكن بعد كده لما اللاعب ده بيختفي من الملاعب يا اما بقى بتوقف حاجه من دي بس هم اكيد برضه في الاتحادات الدوليه مراقبين واكيد شايفين اللي انتوا شايفينه يعني لما بيلاقوا لاعب عمل طفره ممكن يعملوا له بيبداوا يحللوا له يعني دوبنج تشيك صادم اللي كده بيروح واخدينه تعالى يا باشا ايوه ومش دايما مثلا يعني احنا عندنا هنا في مصر ممكن بيبقى الدوبنج متوقف على بعض البطوله انت في الماتش بتخلص ماتشك على حسب المركز اللي انت محققه يعني واحد محقق مركز اخير الدوبنج تشيك ايه ده ممكن يعني هم اللي يديروا منشطات عشان الراجل يبقى كويس بس اما بره لا بره ممكن انت في بيتك عايز يجي يخبطوا عليك ان انت ما عندك دوبنج دلوقتي اما هنا لا بيبقوا عارفين خطه نشاطك ايه خلال السنه فبيبقى عارف انت هتبقى موجود فين في كل وقت انت مثلا موجود معسكر هنا طبعا معسكر في كذا معسكر في واتيفر فين يعني اسمها وير اباوت انت فين بالظبط يقول لك تعالى لو اتخلفت ولو اتخلفت بيعملوك كانك عندك منشطات هم بيروحوا فعلا بيبدا فان هو تاخد بياخد ثلاثه مش يعني ده انت ما بيستناش ده بيبلغوني كمان ان انت ثلاثه مش تيست يعني فقدت ثلاث تحاليل تتوقف على طول كانك بيعاملك كانك عندك بيتهرب من التحليل انا عايز اقول لكم حاجه يعني اضحككم انا كنت دايما انا اللي اطلع في منشطات الفرقه انا ما اعرفش كان بيحصل معايا كده ليه كنت كل بطوله اروحها مع المنتخب يعملوا هم الرقم الالعاب الجماعيه غيركم فياخدوا يعني التنبوله كده ايه رقم بسم الله ما شاء الله انا ما فوتتش ولا بطوله بصراحه يعني ولا يعني حتى الحمد لله ما فيش لا الحمد لله كنت دايما سالم الحمد لله وعايز اقول لك ايه انا مره والله يعني احنا باي ذا واي بضحك معاكم يعني وانت اكيد تقولي ذكريات انا كل بطوله افريقيه والالعاب الافريقيه ولا حاجه اقوم من نفسي ما استناش خالص يا جماعه انا عارف ان ده دوري بس انا اتعودت وبرده كان في مره اخدت بروتين قبل بطوله بروتين عادي بروتينات ومعروفه المصدر كنت شاريها من دوله اوروبيه وبتاع ما نمتش بقى لغايه ما النتيجه طلعت قلت بس خلاص تطمن بس هتوقف خلاص حصل معاك حاجه كده لا يعني بالنسبه لل احنا كده بنبقى عارفين سبلمنت عادي احنا بنبقى عارفين ان احنا قبل ما بناخد اي حاجه بنبقى متابعين مع الدكتور فاحنا خلاص بقى لو حصل اي حاجه هنجيب الدكتور هنجيب الدكتور على طول مين بقى يا عم بقى يبقى في بقى كونفرزيشن كده واتساب كونفرزيشن كده تبقى مضمونه خلاص انت ترجع لها بقى طبعا انا بتشيك مع الواتساب حتى لو رحت تحقيق بره وبتاع قلت له انا سالت الدكتور بتاعي بالظبط دي بتتاخد بس طبعا لازم بقى الدكتور يبقى كواليفايد وابديت هي دي الفكره طب برافو حلوه دي يعني قصدي اقول لك في ساعتها المسؤوليه بتقع على الدكتور بالظبط بس الدكتور بقى يعني هي بقى دي الفكره هو يركز بقى الدكتور يركز هيظبط الدكتور يعني يعني ما جاتش فيك بس احنا بنتمنى تكون العناصر السلامه طبعا بس خلي بالكم يعني هي انتوا لعبكم بيور فيزيكال بيور يعني يعني زي ما انت قلتي اي منشطات بتظهر طب انا عايز اتكلم بقى معاكم عن تفاصيل يعني فنيات لعباتكم يعني كل واحد وفنيات لعباته ايه بس خلينا نطلع للفاصل اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل السريع ونرجع نكمل كلامنا على العاب القوى لكن مع الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد سؤال يعني دايما اولياء الامور او الابهات والامهات بيسالون نفسهم انا ابني يلعب ايه ايه المواصفات اللي بيها اقدر اوديه العاب القوى خلينا اجي لك يا رامي مثلا بالنسبه للحواجز تمام ايه اللاعب بحكم خبرتك بقى وانت لاعب كبير اللي اشوفه اقول ده ينفع يلعب حواجز او اللاعب ده ما ينفعش يلعب هي اول حاجه الطول القامه يعني يبقى طويل لازم يبقى طويل يعني ماكسيمم كام يعني اجيب واحد 2 متر 10 مثلا لا مش قوي كده لا 190 متر متر حاجه و80 190 100 يعني ماكسيمم يعني هي لعبه الطول مش لعبه بس هي مش مينلي قوي الطول بس يعني انت طول قوه فلكسبيليتي مرونه انت ازاي تبقى مرن على الحاجز محتاجه مرونه طبعا توافق عضلي عصبي تردداتك بين الحواجز لازم تبقى سريعه جدا فهي حاجه بتشيل حاجه لو انت طويل ترددك بين الحواجز مش هيبقى سريع قوي لو انت قصير ترددك بين الحواجز هيبقى سريع
عكس اللعيب الطويل. الفلاينج تايم اللي فوق الحاجز ده اللي انت بتطير فيه فوق الحاجز بالظبط، اللعيب العالي اللي هو طويل هيبقى بالنسبه له الدنيا اسهل. اللعيب القصير هيعاني شويه الفلاينج بتاعه، فلازم القوه بتاعته تبقى ازيد عشان يقدر يكفر الحاجز بسرعه. يعني احنا طول، فلكسبيليتي، مرونه، توافق عضلي عصبي، احنا قلنا ايه تاني؟ قوه. صح، لازم يبقى عندك لازم قوة. طبعا تشتغل على العناصر دي كلها. امتى تشتغل على العناصر دي؟ انا طبعا بشتغل الا طول القامه عشان مش عندي قصير. بس انت برضه مش قصير قوي، خلي بالك. يعني بس مقارنه بلعيبه الحواجز برضه مش طولك كام؟ 179 او 180. طب مش قصير يعني، ما بنتكلمش في حاجه و60 انا حاسس ان انا قصير. لا ما تقولش كده، انت حد جميل. بس فبحاول اكفر بقى حته الطول دي بالقوه، ان انا ابقى ازاي تبقى قوي جدا، ان انت يعني تبقى زيك زي اللعيب الطويل. نعم. بس فهي دي المفروض السمات اللي انت لعيب الحارس. طب انت قلت برضه في وسط الحلقه ان في لعيبه طالعه كويسه. طبعا. يعني في لعيبه شايفهم لعيب في النادي الاهلي، عمر خالد، صاحب رقم مصر في ال 20 سنه و 18 سنه. ما شاء الله. اتأهل بطوله عالم وراح، بس يعني المفروض كان اتأهل فاينل، بس حصل ظروف كده، كان اول بطوله ليه يعني يلعبها كويس ده. وهو يعني دلوقتي طالع مستوى مبشر. طبعا عمر خالد عامل رقم جامد جدا تحت ال 20 سنه، ولعيب اسمه يوسف بدوي بتمرن مع عمر خالد، ففي جيل طالع في الحواجز يا رب قوي جدا، بينافس دلوقتي على الدرجه الاولى. يا رب ان شاء الله، يا رب نشوف. هو بس يتصرف عليهم شويه وهتلاقوا ابطال الاولمبيه ان شاء الله، يتصرف عليهم ان شاء الله. طب اجي لك اسراء برضو لعيبه، يعني انت لعيبه وزن طويل، وزن ثلاثي، اكيد المواصفات يعني برضو عايزين نعرف مواصفاتها ايه. امتى تشوفي اللاعب ده او اللعيبه ده تقولي ده ينفع؟ بص، هي العناصر البدنيه بتاعت العاب القوه كلها، يعني الالعاب بتاعت التراك بتبقى كلها متقاربه، بيختلف بقى لعبه من لعبه للعبه على حسب بقى ترتيب الاولويات بتاعت العناصر البدنيه دي من لعب للعب. برافو عليك. يعني احنا عندنا برضو نفس القوه. خريجه ايه يا اسراء؟ تربيه رياضيه. شفتي؟ بس عليك، بص لا درس عليا دي. لا بجد ما تعديش عليا الترتيب في التفكير ده. وان هي تجيب العناصر وحسب ترتيب العناصر. أيوة. ده كلام اكاديمي بحت. اتفضلي يا اسراء، لعب دعي بقى عشان خدي راحتك وتكلمي. بس فاحنا عندنا في لعبه الوزن اهم حاجه عندنا القوه المميزه بالسرعه، لازم يبقى عندي قوه واقدر ان القوه دي اقدر ان انا اخليها تتحرك بسرعه. ممكن تبقى عندي قوه الا بقى لو كانت قوه بس. طب ما لو قوه بحته كنا جبنا بقى بتعرفها الاسكار جمله بوز. برافو عليك، مظبوط. مش هينفع، كنا جبنا لعيبه الاسبرنت ينطوا، مش هينفع. لازم يبقى عندي توافق ان انا اقدر احرك السرعه بتاعتي تتنقل لقوه، ان انا اقدر اكمل بقى من مرحله الاكتراب لان انا ابدا اعمل الجامب بتاعي. يبقى عندنا قوة مميزة بالسرعة. قوة مميزة بالسرعة. مش قوة وسرعة بس، مش منفصلين. لا مرتبطين. ده أول عنصر. دي أهم عنصر. طب الطول؟ الطول لازم يبقى اللاعب طويل، بس مش طويل قوي. الطول ده بيفرق قوي في إيفنت الوزن العالي. يعني ما شاء الله الصورة دي مثلا يعني ده وزن ثلاثي. ارتقاء يعني ما شاء الله. يعني لو قلنا الخطوة دي يعني ممكن تعدي مثلا متر ونص أو 2 متر، صح؟ يعني ممكن تعدي 3 متر كمان. يبقى الطول مهم عندنا. القوة المميزة بالسرعة. توافق عضلي عصبي، اقدر ان انا اخد التكف بتاعي من غير ما اتجاهي بقى مثلا يتغير في الهواء او حاجه. طب الفلاينج تايم اللي انت بتطيري فيه عشان تنزلي او التكف بتاعك او الوقت ده، بيبقى ليك في اول، يعني انا بشوف الفيديوهات بيبقى ليك في الاول حركه وبعد كده بيبقى في حركه ثانيه، فبشوف عضلات بطن وظهر لازم يبقوا قويين جدا. طبعا لازم. صح اللي انا بقوله؟ هو حضرتك اول ما بتاخد التكف انت المفروض بتعمل زي بتفرد ظهرك مفروض، تبدأ بقى رجلك تطلع وبالذكاء ايا كان بقى المدرسه اللي انت بتتخذها في الهواء. اذا كان في ناس بتعمل طيران، في ناس بتعمل تبديل. فانت بتاخذ المدرسه بتاعتك، وفي الاخر المفروض انت بتعمل لاندنج. اللاندنج ده انت المفروض رجلك لازم تطلع لمستوى وسطك وانت بتنزل اللاندنج ده. عايزه بطن، فدي عضلات بطن قويه. وانت كمان برضه عايز عضلات بطن جامده. انت عشان ترفع رجلك قدام وتثني اللي ورا، يعني ده ممكن الناس يجيلها ديسك في الموضوع ده. زي ما اسراء قالت كده، هي الحاجات كلها سمات واحده. ما شاء الله. هي بس كلام اسراء حلو في ايه؟ ان هي ترتيبات. يعني انت ممكن يكون عندك التوافق العضلي العصبي اهم شويه من القوه المميزه بالسرعه. ممكن يبقى عندك قوه ومش لازم سرعه. يعني قصدي اقول لك، لا هو طبعا لازم سرعه، بس انا قصدي اقول لك يعني ترتيبها بيختلف من ايفنت لايفنت. طيب هل بيبان ده في الصغر؟ يعني انت لو شفت لاعب عنده بيبان من امتى؟ يعني خلي بالك في لعيبه بيحصل لها طفره مثلا عند 14 سنه، في لعيبه عند 15، في لعيبه عند 13. يعني ده بيحصل ازاي؟ امتى تشوفي اللعيب بتحكمي عليه؟ سن ايه؟ هو السن الصغير يعني من اول مثلا احنا عندنا في مرحله سنيه بتلاقي فيها تحت 12 سنه. خلاص هو
هو المفروض لو المدرب اللي معايا دوت مدرب عارف هو بيعمل ايه ومع مستوى الاحتكاك في الملعب، فهو بيقدر يشوف اللاعب اللي قدامه ده يوجهه من هو صغير. يعني انا اول ما رحت انا كنت سريعه، فانا كنت شايفه ان السرعه بتاعتي دي اللي بقى اللي هي السرعه الواو بقى اللي انا هلعب سبرنتات. بدا كابتن محمد غريب ربنا يرحمه هو اللي وجهني، قال لي انت السبرنت عندك عالي بس عندك حته ان انت تقدري تربطي السبرنت دوت بالوزب. تحوليها لقوه. كنت رافضه الموضوع في الاول ان انا لا عايزه العب سبرنت ومش عارفه ايه وبتاع، وبعد كده بدات يعني اتخذ النهج بتاعه ان انا اشوف الايفنت ان يعني هو اللي وجه كابتن غريب. كابتن محمد غريب الله يرحمه هو اللي وجهني للموضوع، وعملت معاه بطولات كتير يعني لعبت معاه اولمبياد. وانت عندك كام سنه وجهك؟ كان عندي حوالي 9 سنين. ايه ده يعني ده من فتره يعني ده مش على قد ان انت مثلا يعني نقول من 4 5 سنين. لا 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 انا ده بلعب بقالي من نومه اظافرك زي ما بيقولوا كده. قال لك لا روحي وزب. وانت نفس الكلام بالنسبه لك يا رامي؟ مين وجهك ولا انت بصورك حواجز؟ لا انا اول ما لعبت من سنه 2000 لعبت في نادي اتحاد الشرطه، لعبت مركب. كان في حاجه اسمها مركب كده تلعب 4 لعبات. جري ماشي كده جري وحواجز. جري وحواجز وجله وفي لعبه رابعه بس مش. طب وده الرباعي ده معترف بيه عالميا ولا لا؟ يعني حاجه تحت 12 سنه كده او 14 سنه المفروض بتلعب. عشان لسه انت مش عارف انت هتلعب ايه فبتلعب كل حاجه لغايه ما تستقر على حاجه. فالكابتن ده فكره بتاعي حلو جدا يعني. هو الكابتن بتاعي شاف القصه ديت فيا ان انا شافني سريع فقال لي العب كذا لعبه ونشوف اللعبه اللي هتمشي فيها. فعلا اتخصصت من بدايه 16 سنه ابتديت العب حاجز فعلا. بس قبل كده لعبت مركب دوت الاربع بيات. هي يعتبر لعبه سرعه وقوه وفي نفس الوقت رمي. وكان وزب طويل لعبت وزب طويل حتى. هم 4 لعبات. بس لقيت نفسي بقى ماشي في الحواجز كويس. ودي اللي ارقامك فيها احسن بالزبط. وادائك هي الدنيا مشيت في الحواجز بقى ال 16 سنه بعد كده 18 سنه بعد كده 20. طب جيت النادي الاهلي عند سن قد ايه؟ النادي الاهلي جيت في 2014 من اتحاد الشرطه للنادي الاهلي في 2014 يعني درجه اولى. يعتبر لعبت درجه اولى في النادي الاهلي على طول. على طول. وخليني اقول لك برضو انه سبحان الله بيبقى برضو النصيب بيتحكم في الموضوع ده. يعني ساعات بتلاقي لاعب مش في دماغه اللعبه دي خالص. زي ما اسراء كانت بتقول هي كانت سبرنتر سباقات سرعه. وفجاه يعني تحولت لحاجه. فهي العين بتفرق. سبحان الله. يعني عين المدرب بتفرق في التوجيه. يعني خلي بالك انت بعد فتره ما تبقى مدرب هيبقى عليك عبء كبير. ان انت لازم توجه صح. كلامي صح ولا غلط؟ لا لا كلام صح. تنطق اللعيبه يعني بتشوف اللعيب ده فعلا. وده اهم حاجه في اي لعب عموما. انت اللعب بالذات اللعب اللي فيها اكتر من ايفنت. انت ازاي تنطق اللعيب ده عشان هي مسؤوليه. انت صح. بتخلي اللعيب ده هيكبر معاك لحد اكبر سن في اللعبه. فلو هو ما توفقش ان انت اخترت له اللعبه الصح اللي هو المفروض يمشي فيها هتضره بالظبط. هتجني عليه. طيب قولي لي اسراء انت يعني هل ليكي مثل اعلى؟ هل في حد في مصر شفتيه فحبيت اللعبه او حابه تبقي زيه؟ ولا مالكيش مثل اعلى؟ ما هو ساعات ما بقى الواحد يقول لك لا انا ماليش مثل اعلى. لا في يعني بس هو كابتن حاتم مرسال طبعا. فعلا. طبعا ده يعني ده يعتبر ما شاء الله عليه بجد في ايفنتات الوزب. هو معروف هو الوزب الطويل في مصر. كابتن حاتم مرسال حقق نتائج كويسه. وصل لحد بطولات عالم. كان محقق بطولات عالم. ودلوقتي ربنا يوفقه ان شاء الله مدرب يعني. مدرب عارف. طب انت بالنسبه لك يا رامي؟ هو في مجالنا احنا ما يعني ما فيش تاريخ كبير قوي في الحواجز. تكذب على ايدك. ربنا يخليك. بس فعلا زي ما اسراء بتقول كابتن حاتم مثال يعني هو قدوه لينا كلنا. ومدرب في النادي الاهلي دلوقتي. مش في النادي الاهلي هو مدرب منتخب ومعاه ابطال كتير يعني. في ايفنتات متعدده كمان. النادي الاهلي وكذا نادي تاني. فهو شخصيه محترمه جدا و راجل فعلا ليه ثقل ان شاء الله تبقوا ان شاء الله تبقوا على دربه احسن منه. للاسف الحلقه مرت سريعه. والله انا مستمتع جدا بالكلام معاك ورامي بشكرك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. شكرا ليك جدا وشكرا على الميتنج الجميل ده. سراء بشكرك. شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني ونتمنى لكم الحقيقه كل التوفيق. متشكره جدا لحضرتك. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا عن العاب القوى. شفتوا قد ايه حجم المعاناه حجم الاصرار حجم التحدي اللي بيواجهوه. بس هم قدها وقدود وان شاء الله يرفعوا اسم مصر قدام واسم النادي الاهلي. اشكركم شكرا جزيلا والى حلقه جديده من الابطال.